عمليا اعتقد ان الموقف الامريكي هو ما يجب ان ننظر اليه. الموقف الامريكي مختلف الى حد كبير، يتحدث عن يعني حماس لا تحكم القطاع، هو استخدم تعبير حماس لن تحكم القطاع بعد الحرب، ولكنه لم يتحدث عن اخراج حماس من المعادله تماما. اعتقد انه يريد ان يصفي كما يعني كما تريد اسرائيل تصفيه حماس عسكريا، سواء بقى بالقوه العسكريه الاسرائيليه للنهايه او باتفاق اقليمي ودولي لاخراج مقاتلي حماس. واليوم سمعنا عن مشروع لاخراج مقاتلي حماس الى الجزائر، في هذا اليوم كان نشر التقارير تقول ان هناك محاوله لتقديم مشروع بهذا النوع. الجانب الاخر في المشروع الامريكي هو ان تندمج حماس في السلطه الفلسطينيه وفي منظمه التحرير الفلسطينيه وتصبح طرفا هامشيا، يعني لا يمتلك سلطه الاعتراض على ما سيتخذ من قرارات. من سيقف ضد هذا المشروع هي حماس، لانها ليست لها اي مصلحه فيه، هي في الحدود الدنيا تضمن لها مكانه سياسيه رمزيا، ولكنها تقضي على قوتها العسكريه وتقضي على قوتها السياسيه بالضروره، فهي لن توافق. لكن اعتقد المشروع الامريكي يتجه بشكل قوي في هذا الاتجاه. بالنسبه للمشروع الاسرائيلي على العكس تماما، نتنياهو وحكومته محاصرين بين اختيارين في غايه السوق بالنسبه لهم، اما ان يقبلوا حماس ليستمر الانقسام الفلسطيني ويكون مبرر لرفض حل الدولتين، واما القضاء على الحماس تماما سياسيا وعسكريا وفتح الباب امام الضغوط الدوليه والامريكيه لتنفيذ حل الدولتين. بالتالي اسرائيل اعتقد القرار اللي اتخذه نتنياهو وحكومته الان هو القضاء على حماس.